طبخي صابوني. اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان الدودة الشقية الشريرة اللي هجمت على الغابة. زي ما انتوا شايفين الدودة الشقية دي دخلت الغابة ولقت في طريقها فيل واكلته. دي بتاكل كل الحيوانات ومش بتسيب حاجة قدامها خالص. في بق واحد ومشيت، وهنا بنشوف الأسد ده هو وصاحبه بيلعبوا، وفجأة ظهرت قدامهم الدودة الشقية دي. والأسد اتخض جدا، وشكل القرد مش واخد باله، قامت واكلاه في ثانية. ومن هنا بنشوف الأسد اتخض جدا وقرر ان هو يهرب وينفد بجلده. الدودة الشقية ما لقيتش قدامها الا الكورة، قالت انا هاكلها وخلاص، ده الأسد ده هرب. فراحت تاكلها، لقت طعمها وحش جدا زي ما انتوا شايفين كده، عمالة تفكر وكلتها بس لقت طعمها وحش. قالت لا ما انتش هاكل الحاجات دي، انا هاكل حيوانات وهروح ادور عليهم في كل حتة في الغابة. ومشيت وهي بتدور. مالك يا سيمبا بتعيط ليه كده؟ الحق يا بابا، الحق يا بابا، الدودة الشقية هجمت على الغابة وأكلت قرود صاحبي وأنا واقف جنبه يا بابا. اجري يا سيمبا لأنها رجعت تاني. وهنا بنشوف الدودة الشقية رجعت، ومش رجعت هي لوحدها، دي رجعت هي وعيلتها علشان تاكل وتشبع. شكل الموضوع عجبها، وهنا بنلاقيها بتاكل الزرع، حتى البطيخ كلته وما سابتش اي حاجة في الغابة. يعني خلصت على الحيوانات وكمان انتقلت على الاشجار والزرع. وهنا الدودة دي بتقول انا لازم اروح ادور على حيوانات، الزرع ده كلام فاضي ومش هيكفينا، يلا بينا. ومشيوا وهم علشان يدوروا على الحيوانات. وهنا بنشوف شوفهم عمالين يجروا ورا كل حيوانات الغابة، حتى النمر، حتى الطور، حتى الحصان السريع ما قدرش يهرب منهم، كل دول بيجروا منهم وخايفين. هناكلكم كلكم يا حيوانات الغابة، هم الهم. الحيوانات دي كانت لذيذة قوي، يا ترى لسه في حيوانات في الغابة؟ يلا بينا ندور على بقية الحيوانات. وهنا بنشوف الأسد الصغير هو والأسد الكبير قاعدين يفكروا ويقولوا واحنا معقول هنستسلم ونفضل مستخبيين جوه الكهف ده وسايبين الدودة الشقية دي تاكل كل الحيوانات اللي في الغابة؟ الأسد الكبير قال له لأ، أنا عمري ما كنت ضعيف وعمري ما كنت جبان علشان أفضل مستخبي في الكهف ده طول عمري، أنا هطلع وهروح لباز يطير، باز يطير اللي بيعرف يطير هو اللي هيساعدنا. ابنه قال له يلا يا بابا أنا جاي معاك. وهنا بنشوفهم وصلوا عند باز يطير اللي بيعرف يطير وعمال يطير قدامهم ويعمل لهم حركات. الأسد قال له أرجوك يا باز يطير انت اللي هتعرف تطير وتساعدني وتطلع الدودة الشقية دي من الغابة بتاعتي. باز يطير قال له اطمن يا أسد سيمبا، أنا قوي جدا وأعرف أقضي عليهم كلهم، خليك هنا وأنا هروح أقوم بالمهمة دي. الأسد بيشكره جدا على شجاعته اللي هيعملها قدام الدودة الشقية. وهنا بنشوفه بيطير ووصل عند الدودات الشقية. طير تعالى يا حلو علشان ناكلك. لا 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 تاكلوني، ده ايه ده، انا باظ يطير وبعرف اطير، يعني مش هتقدروا تجيبوني، ده انا بطير فوق خالص. شكله هيغلبنا كتير، احنا لازم نقضي عليه بسرعة. هنا باز يطير قرر يستخدم القوة بتاعته بسرعة، اصل الدودات دي شكلها ناوية ان هي تاكله، قال انا لازم اكون اسرع منهم، وبيضربهم بالقوة بتاعته وبيقضي عليهم. واخيرا قضيت عليهم وخلصت عليهم، ده انا باز يطير برضو. وهنا بنشوف باز يطير خلاص بيحتفل بالانتصار بتاعه على الدودة الشقية ومبسوط جدا وعمال يرقص. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. واذا عجبكم الفيديو ده يا اصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيصة بوم، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.